محمد صباح الخير. صباح الخير استاذ نجيب، تحيه لك وتحيه لمشاهدي قناه الليل الازرق وزملاء الاعزاء فريق العمل. الله يكرمك، ان شاء الله انت تمام. والله الحمد لله، يا بسيط كذا بس كله تمام. قلت شنو؟ ما سمعتك، سلامتك. قلت لك التهاب بسيط كذا. والله السودان كله يا محمد على فكره. ايوه الناس كلها اي زول يقول لك في التهاب. ده ولا الحكايه دي ولا الدرس اللي بتقوله ده ولا ربنا يستر يا محمد. ربنا يعاون ان شاء الله. تفضل، نتعرف من خلالك على تفاصيل الاخبار الرياضيه لهذا الصباح. نعم، نبدا ببطوله امم افريقيا، واللي امبارح طبعا منتخبنا الوطني لعب اولى مبارياته في البطوله امام المنتخب غينيا بيساو. المباراه انتهت بالتعادل بدون اهداف، وطبعا يعني افرحت كل السودانيين على اعتبار انه المنتخب طلع من مرحله كان صعبه جدا، دوري بطوله كاس العرب مونديال العرب بخسائر كبيره جدا بعد ذاك التعديلات اللي حصلت فيه من الجهاز الفني وبعض اللاعبين، وبالتالي الناس كانت مشفقه انه ظهور المنتخب ربما يكون سيء للدرجه البعيده، لكن جلب التوقعات وظهر بمظهر كويس جدا في هذه المباراه، وانتهت المباراه بالتعادل بدون اهداف، واظهرت بعض الحسنات الكثيره. ده يعني جيد نقول لنجومنا والجهاز الفني بتاعه، واظهروا النجوم اداء مميز، استفادوا كثير جدا من الوديات اللي لعبوها والتدريبات الكثيره اللي عملوها هنا في السودان او هناك، وبالتالي يمكن المباراه برضه اظهرت بعض النجوم اللي ممكن يكون عندهم مستقبل كويس جدا في منتخب صقور البليان، وبرضه وضحت يعني من مباراه واحده ممكن نحكم انه الجهاز الفني المحلي بخبرات كبيره جدا قدمها من خلال هذه المباراه بقياده الكابتن برهان ومحسن واحمد النور ومجموعتهم، وعلى راسهم برضه كمان معهم الكابتن محمد عبد الله مازدا يعني المستشار الفني لاتحاد كره القدم، وبالتالي الحمد لله نقول على كل حال وبدايه موفقه ان شاء الله. نبدا برضه نلعب المباراتين الثانيات بطريقه كويسه جدا امام المنتخب النيجيري والمنتخب المصري في النهايه، طبعا يوم يعود الصقور الجديان بيرجعوا ثاني يلعبوا ان شاء الله يوم 15 الجاي في البطوله، على اعتبار انه المباريات بتاعت المجموعه دي الثانيه حتكون يوم 15، حيلعب المنتخب الوطني الساعه 6 امام نيجيريا يوم السبت الجاي، وغينيا بيساو مع مصر، ودي برضه بتحدد على مدى بعيد الترتيب في المجموعات كده، يعني بعد انتهاء الجوله الاولى نحن في مجموعتنا الرابعه دي، نيجيريا متصدره بثلاث نقاط، غينيا بيساو والسودان نص نص في المركز الثاني، مصر بلا رصيد لانه يعني خسرت امام نيجيريا في الجوله الاولى. المنتخب الوطني حيجري طبعا يستفيد من اليومين دي المتبقيه لاداء هذه المباراه كده، وبيعمل تدريبات محترفه عشان يواجه نيجيريا اللي اظهرت برضه مستوى مميز جدا امام المنتخب المصري امس قبل مباراتنا وفازت بهدف وحيد، وبالتالي يعني ظهرت صوره هذه المجموعه من الجوله الاولى، واصبحت التكهنات برضه صعبه جدا، طبعا يحتاج تحتاج المنتخبات انه حيتاهلوا منها اثنين للدور الثاني، وافضل الثوالث يعني انت الفرص كبيره جدا ممكن تلعب عليها من خلال هذه المجموعات في اليوم ثلاث مباريات. نقول بالتوفيق ان شاء الله لصقور الجديان الظهور المميز في الجوله الاولى، وان شاء الله في الجولات الثانيه برضه يكونوا حاضرين باداء مميز الثانيه والثالثه امام نيجيريا ومصر برغم صعوبه المباريات، الاولاد دير يكونوا في خبره من المباراه الاولى والمباريات الوديه اللي عملوها هناك في الكاميرون، ويلعبوا بطريقه كويسه ويمشي لقدام ان شاء الله حتى ده يكون منتخب كبير جدا للمستقبل من هذه البطوله، وان شاء الله كمان يعدوا الدور الاول للدور الثاني زي ما فعلوها في 2012 بقياده كابتن مازدا. الجزائر وسيراليون برضه يتعادل في واحده من المباريات، الجزائر طبعا حامل اللقب برضه تعادل في جولته امام سيراليون، بالتالي المجموعات دي متصدره سيراليون والجزائر طبعا عندهم يعني نقطه نقطه بعد تعادل دي، وغينيا الاستوائيه وساحل العاج حيلعبوا اليوم مبارياتهم
برضه في الجوله الاولى، بعد ذلك بتظهر كل المجموعات بتكون لعبت مبارياتها، بعد ما تنتهي مباريات اليوم في البطوله الافريقيه، بالتوفيق ان شاء الله في الاداء المميز لصقور الزجاج ان شاء الله في جولات امم افريقيا اللي بتنتظم استمرار هذه الايام، مبارياتها بتستعد دائما عصرا ومساء، والساعه 9 مساء اخر مباريات بتستعد في هذا الزمن. من اخبارنا برضو المحليه نقول يعني الامور في نادي الهلال اتجهت الى مشاكسات شويه كده بعد الطعن اللي كان تقدم به والاستاذ ميسر، بعد ذاك نشوف ربما يكون اليوم بعد القرار اللي اصدرته المفوضيه امس ستتضح الامور خلال اليوم، ربما يتم تعيين لجنه تسيير او ربما يكون هنالك احاديث كثيره على اعتبار انه خلاص الوضع ده اصبح فيه يعني تداخلات كثيره جدا بعد القرار الاتحاد تعيين لجنه تطبيع لنادي الهلال، وامبارح المفوضيه لغتها، وبالتالي سنشوف الامور في الهلال تجي الى عين اليومين دي باذن الله تعالى. ان شاء الله. الانجليزي الممتاز في مباراتين امس، في مباراه ساوثهامبتون فاز باربعه اهداف على فريق برينتفورد، والدوري الايطالي مباراه واحده برضه كالياري فاز 2-1 على بولينا، وكذلك يمكن رابطه البطوله الانجليزيه ريدينج خسر 0-7 امام فولهام. برضو نعود لاخبار المحليه، فريق المريخ برضو يمكن بيجري تدريباته ما زال في مصر، بيلعب يعني مباريات وديه وبيعمل اعداد للبطوله الافريقيه، وكذلك الهلال هنا بالجهاز الفني الفريقين بيستعدوا لدوري المجموعات اللي هو حيكون يوم 15/2 الجاي، حتبدا هم في مجموعه صعبه جدا معاهم الاهلي المصري ومعاهم برضو فريق صن داونز الجنوب افريقي. نذكر لنا مبارياتهم الافريقيه في تونس لعبه مع مالي الساعه 3، الساعه 6 موريتانيا وجامبيا، الساعه 9 غينيا الاستوائيه وساحل العاج. شكرا يا استاذه نجوى. شكرا، بالتوفيق للجميع، تحياتي محمد. الله يسلمك، كونوا معنا.